كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى لفريق النادي الاهلي. كابتن طارق مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن ايهاب، تحياتي لحضرتك طبعا وكابتن ربيع ياسين وكل كابتن طارق. مبروك يا كابتن طارق، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ربيع، بارك لكم بعد البطوله ان شاء الله والكاس باذن الله تعالى ان شاء الله. يا رب يا كابتن ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق بدايه موفقه النهارده، دايما يعني دوري المجموعات والنهارده في الكونفدراليه بدايه موفقه للنادي الاهلي، خاصه ان في مباراتين خارج الارض سواء كانت مع سيو سبورت او مع النجم الساحلي، بدايه من النجم الساحلي. بالظبط يا كابتن ايهاب، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان احنا الحمد لله رب العالمين البدايه النهارده موفقه جدا، والفرقه دي يعني دايما الناس كانت بتتكلم ان الفرقه عشان الماتش بتاع الزمالك خسر 0، كانت الناس بتتكلم ان انا شايف الفرقه معقوله، يعني الفرقه النهارده قدرت كويس، فكان الحمد لله النهارده التركيز كان عالي جدا من اللعيبه، النهارده كان الروح عاليه جدا، الاداء الحمد لله كويس، ربنا كرمنا طبعا بهدفين في الشوط الثاني، وزي ما انت قلت كده ان طبعا بدايه مهمه عشان عندنا مباراتين بره ملعب. تمام كده. عندنا النجم الساحلي ان شاء الله بعد اسبوع، وبعدها ان شاء الله بعد شويه اسبوع. الحمد لله بدايه موفقه ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله نبقى نفس الاداء ان شاء الله زي النهارده كده، ونكمل عشان ربنا يكرمنا ونحقق بطوله اول مره ان شاء الله تخش مصر ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. يمكن كابتن دايما قبل البطولات وقبل الماتشات المهمه دايما الكابتن شريف اكرامي الفتره اللي فاتت وبمعاونه حضرتك الفورمه بتاعته بسم الله ما شاء الله، لكن دايما من حين لاخر كده بلاقي بعض الهجوم على الكابتن شريف، لكن الكابتن شريف بيثبت تحت قياده حضرتك ووجوده في النادي الاهلي انه حارس مميز جدا. والله يا كابتن ايهاب الحمد لله شريف اكرامي بقى فتره كبيره جدا بيأدي اداء طيب جدا سواء في الدوري او حتى في البطولات الافريقيه الحمد لله، وكان له تدخلات في مباريات مهمه جدا، هو الحمد لله على الاداء شريف النهارده وقبل كده طبعا في كل المباريات، وده راجع طبعا لاكيد شريف اكرامي بشكل كويس جدا مركز، وشريف انت عارف ان هو الحمد لله رب العالمين مكون مصر بقى له اكثر من سنتين وحارس مصر الاول، فده راجع طبعا اكيد للمساندي طبعا اكيد احمد عادل بيتمرن بشكل كويس جدا، مصعب عوض بيتمرن بشكل كويس جدا، الروح الحمد لله قدمنا كويسه جدا، وده الحمد لله بيبان على اداء شريف في كل المباريات اللي لعبها. اتمنى ان شاء الله المرحله اللي جايه يبقى نفس الاداء نفس التركيز كده عشان دايما يبان مستوى كويس ان شاء الله. يمكن كابتن شوقي غريب بيفضل راحة كابتن شريف اكرامي وكابتن عبد الواحد السيد للمباراة المقبلة الماتشين الوديين للمنتخب، وده علشان الاهلي والزمالك ووجودهم في البطولات الافريقية. اهتمام كبير جدا ان احنا عندنا مباراة بره، وبعدين هنيجي على طول بره من الصفر تاني على سيو سبورت. فاكيد طبعا اختياراتنا تبقى لها حسابات شوية عشان الاهلي والزمالك مشاركين في البطولة الافريقية، فممكن يبقى اختيارات المباراة اللي جاية بتيجي يوم 30 تقريبا، عارف ان في مباراة يوم 30. تمام كابتن طارق سليمان بشكرك يا كابتن، وان شاء الله بالتوفيق وموفقين ان شاء الله في مباراتين مهمين.